بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني أخواتي رحب بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم سوف نخصصه لحروف الياء. أي أي و وي. إذن لا تنسوا الاشتراك في قناتي و الضغط على الزر سابوني ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم إن أعجبكم. إذا قبل البداية لا بأس أن نقوم بمراجعة الدرس الحصة الماضية. إذن لدينا A B P R V T ثم I by by غاي فاي تاي ثم اي باي باي غاي فاي تاي. عندنا ننتقل الى درس اليوم. وي موي سوي فوي توي غوي. بالنسبة لوي فإن الحرف الذي يكون قبله ينطق بالسكون. إذن موي سوي فوي توي غوي. إذن بالنسبة لأ إذا كان أمامه أ وإي وإل فهو ينطق أي مي سي فاي تاي غاي. يكون بهذه الكتابة إذا كان في المذكر. ما إذا كان في المؤنث فهو يكتب أي بلا مين وأ في الأخير. ماي ساي فاي تاي غاي. إذن سوف أعيد القراءة أفقيا. حاول أن تقرأوا معي وترد معي. م موي ماي ماي س سوي ساي ساي. إذن في الأسفل لدينا فاي 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 عفوا فوي توي تاي تاي غاي غاي ثم غوي. إذن الآن سننتقل إلى بعض الكلمات التي تتضمن ظاهرة اليوم. سنبدأ بكلمات تتضمن أي. إكيغي سنجاب. إكيغي هو اسم مذكر نقول أن إكيغي. لهذا فهو يكتب كما نلاحظ هنا بلام واحد فقط. إذن أي إكيغي. تقل الكلمة الثانية شيفغي شيفغي. فوتوي او بيان ان فوتوي. الشيء هنا ان شيفغي. سيفغي سيرفوي سيرفوي. ان سيرفوي هو البقدونس. ننتقل الى في او اي بلامين بورت في بورت في وحامل النقود او محفظة النقود. ميل في نوع من الحلوى تسمى ميل ف
كفاية. فاي ورقة، فاي فاي ورقة. إذا ننتقل إلى كلمة تتضمن وي. كلمة الأولى غنوي، نوي، أندوي، أندوي، طامبوي، طامبوي، بوي، بوي، غوي، غوي، دغوي، دغوي، تغوي، تغوي، سوي، سوي، دبغوي، دبغوي، شاتوي، شاتوي، فوي، فوي، فريبوي، فريبوي، بويوار، بويوار، بغويان، بغويان، بويان، بويان، بغويار، بغويار، دبغويار، دبغويار. إذن سوف أعيد القراءة، سأبدأ عموديا. غرنوي، أندوي، نوي، طامبوي، بوي، غوي، بغوي، تغوي، سوي، دبغوي، شاتوي، شاتوي، فوي، فريبوي، بويوار، بغويان، بويان، بغويار، دبغويار. الآن إخواني أخواتي ننتقل إلى جمل تتضمن الظاهرة. الجملة الأولى Je fuis dans mon portefeuille. Je fuis يعني أبحث. Fuis dans في mon portefeuille. في محفظة تي. Mon تعني ملكية. Mon. Dan, je me tenais. Il se débrouille. Il se débrouille très bien. L'écureuil mange des feuilles. L'écureuil mange des feuilles. Sinjab yakulu awraq des feuilles. إذن إخواني أخواتي إلى هنا انتهى درس اليوم. أمل أن ينال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.